اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. منورنا يا كابتن ناصر. تحياتي لك كابتن اسامه، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن محسن صالح، كابتن علي عبد الرحمن والدكتور احمد ثابت. لقاء اليوم، لقاء اليوم طاقم التحكيم النهارده كان الحكم الدولي محمد معروف، كان هاني عبد الفتاح سامي هلهل، والحكم الرابع ابراهيم محجوب، وكان على الفار كان وائل فرحان، وكان الحكم محمود ابو رجال. كابتن اسامه، خلينا في الاول نقول حاجه مهمه جدا، ازاي احنا نوصل التعديلات او التوضيحات عادل، خاصه بمفهوم لمس الكره بالايد. لا، ده دور لجنه الحكام، لابد ان هي توصلها للمدربين للاعبين، حتى مفيش مانع حتى الجمهور يعرف يا كابتن عادل ان انا عندي هنا مخالفه لمس الكره بالايد. مش كل لمسه ايد في القانون تحتسب، ده في نص الكون كابتن اسامه، يعني مش كل مخالفه لمس الكره بالايد بتحتسب في القانون. امتى بتحتسب؟ لما يكون في اعتبارات تنطبق على الحاله. لو الاعتبارات موجوده يبقى في مخالفه، ما فيش اعتبارات يبقى يستمر اللعب. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الكل اجتهد ان في ركله جزاء على النادي الاهلي. طب انت شفت التوضيحات؟ في كرة يحيى عطية الله عشان نوضح. انت بتاعت يحيى، انت شفت التوضيحات؟ طب انت اطلعت على التعديلات؟ طب انت شفت اخر مستجدات القانون؟ لا. وقلنا دايما مش كل الكره ما بتيجي في ايد اللاعب بتحتسب ركله جزاء. هنجيب الحاله وهنحكي فيها واحده واحده عشان نوضح احنا من خلال قناه النادي الاهلي الناس كلها ان دي لا تنطبق عليها احتساب المخالفه. معانا اللعبه يا كابتن. طيب، هنا محمد معروف ما حسبش القرار داخل ميدان اللعب، وكمان حكم الفار وائل فرحان اكد على قراره. طيب، انا هتكلم في ثلاث اعتبارات يا كابتن اسامه، وانا بشرح لمين، مش بس للاستوديو، لكل الناس اللي بتتفرج علينا، ان دي هذه المخالفه لا تنطبق عليها مخالفه لمس الكره باليد. تعال نروح الاول، الكره دي تصطدم بالارض. تعال نرجع كده معايا قبل ما تروح لليد يحيى عطولة الله. هنا عملت ايه؟ حصلت ايه؟ بس هقف هنا، ادي واحد. اول حاجه لمست لقطبت لمست عملت ارتطام بالارض، ثم في صدر اللاعب، خلي بالك دي محدش هيقولها. هنا في صدر اللاعب، جت في صدر اللاعب وانا متاكد من الكلام اللي بقوله. لما تيجي في صدر اللاعب يا كابتن في هذه الحاله، ووضعيه الجسم وحركه الجسم للعب، الايد هنا حتى لو مش في وضع طبيعي يستمر اللعب. ده المفهوم يا جماعه، ده المفهوم اللي هو بتاع كره القدم. ان هذا اللاعب بهذا الشكل وهنا بيطلع برجليه والكره تصطدم بصدره ثم تاتي من صدره كره غير متوقعه تيجي في الايد، حتى لو الايد كمان ده الوضع التشريحي العادي للاعيب يعني الايد مش مكبره الجسم اساسا. كابتن تاني هقول تاني ان هنا في ارتطام هنا بالصدر يا كابتن اسامه، يعني الكره ما جاتش مباشره يا عادل كابتن محسن يا دكتور، ما جاتش مباشره لايد يحيى عطية الله، ده خبطت في الارض ثم خبطت في صدر اللاعب ثم جت في الايد. لو هنا خلي بالك جايه في رجل اللاعب برضه الاتحاد. هنا حتى انا لا مش هروح في دي، يعني هنا يكون في لطشه من رجل، ولكن انا اكيد عندي ان هي راحت في صدر يحيى عطية الله. لما تيجي من صدر لاعب وتيجي في ايده دي كره غير متوقعه، ثم هنا بنقول ايه؟ حركه الايد دي كانت نتيجه ليه عادل؟ ليه بلعب كوره؟ ان انا بطلع العب برجليا. نشوف هنا اقف هنا الراجل، بس اقف هنا. هنا يحيى عطية الله بيعمل ايه؟ طالع يلعب برجليه، وبالتالي هنا وضع الايد طبقا لحركه الجسم. طالما عليت عن الارض يبقى لازم ايديك تفتح سنه. بالظبط كده، ده هنا يستمر اللعب. كان قرار هايل من الفار. وائل فرحان ان هو هنا تفاصيلها ما كانش عند محمد معروف، طبعا هنا حاله لا يوجد فيها ركله جزاء، بحيي فيها حكم الفار لان هو فهم يعني ايه كره قدم. تمام. نروح للحاله بعد كده. حاله ايضا من الحالات المهمه. محمد كان لابد ان هو يعمل سبرنت اكتر. بس هو هنا هرجع لحاجه مهمه قوي، سامي هلهل حكم المساعد رقم 2، وهو ده الشغل اللي احنا بنتكلم فيه يا كابتن اسامه، يعني ايه التعاون ما بين الحكم والحكم المساعد؟ ده خلي بالك يعني انا بتوقع ان محمد معروف هنا لسه ما راحش في الحته دي. تعال شوف سامي هلهل عمل ايه. نشوف هنا سامي هلهل الاشاره طلعت امتى. نشوف سامي اهو، ده خلي بالك الاثنين في لحظه واحده. برافو عليك. محمد معروف وسامي هلهل، ده بيرفع الرايه وده بيصفر عشان يجري على. انا بحيي اولا التعاون المثمر ما بين حكم الميدان وحكم المساعد اللي هو لم يتردد في نفس اللحظه احتسب المخالفه. بقول الكلام ده ليه؟ كان ممكن معروف يبقى متاخر في نص الملعب يا كابتن، يبقى ده قرار المساعد بدون بقى في فار ولا مش في فار والكلام ده، بشيد بسامي هلهل. هنا نشوف بقى هنا الايد من فوق ثم الرجل من تحت، العرقله واضحه جدا، ركله جزاء مفيش فيها خلاف، صحيحه لصالح اكرم
طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر. ثانيه واحده، هي ما فيهاش انذار يا كابتن ناصر اللعبه دي؟ هنا الخطا تم باهمال، خلي بالك هنا الخطا هنا تم باهمال مش متعمد في تهور. معايا انت معايا؟ ومع ذلك هنا نشوف نفس اللاعب ده اخذ انذار الشوط الثاني، فلو في اللعبه دي تستحق انذار يبقى يستحق طرد. ماشي، احنا بنتكلم يا كابتن في حاله ركله جزاء هنا. احيانا الحكم بيتكلم ايه؟ الخطا تم باهمال ولا التهور عشان ادي البطاقه، لان هنا في معايير بقى، فرصه محققه ولا فرصه واضحه، الكلام ده كله بنخش في الاعتبار. لكن انا بحيي التعاون اللي كان موجود ما بين الحكم سعد والحكم سميدان. نروح للحاله اللي بعد كده. الحاله الثالثه. الحاله الثالثه. خلاص هنا الايد فوق من الشمال اهيت، والرجل هنا العرقله واضحه طبعا، مفيش فيها اي كلام، وانا بشيل ثاني بثاني. نروح للحاله اللي بعد كده. محمد معروف. الحاله بعد كده. نشوف هنا، هنا في انذار للمهدي. ده كان في دقيقة 40 ركلة الجزاء الأولى. تمام؟ دي كانت لصالح حسين الشحات. أنا كحارس مرمى أنا ما ينفعش أبداً بعد ما الكرة تتحط على نقطة علامة الجزاء وأطلع من منطقتي وأروح للكرة. هنا طبعاً محمد معروف لم يتأخر فيه أو لم يتردد فيه إن هو أشهر البطاقة الصفر. خلي بالك أنا بربط هنا ليه يا كابتن أسامة؟ لأن أنا عندي حالة تانية نفسها حصل في ركلة الجزاء الدقيقة 63، نفس الموقف حصل. ركله جزاء ثانيه هنا نفس اللعب بالظبط، يعني في كره ثانيه، يعني شوف هنا في كره هنا وبعدين هنا مخبي كره مش عاوز يديها للاعب. هنا مش من حقك كحارس مرمى، هنا مش من حقك انك انت تشتت اللاعب وبعدين تشوط الكره بهذا الشكل. في كره نزلت ولكن هي دي كانت كره الملعب. كانت كره المباراه، المفروض انا كحارس مرمى ماليش علاقه بالكره. وهنا هذه الحاله ايضا من وجهه نظري كان ممكن يعاقب عليها بالانذار الثاني، ولكن طبعا طرد المهدي سليمان. المهدي سليمان. انا بقول الكلام ده ليه يا جماعه؟ لان خلي بالنا من حراس المرمى، مش معنى نادي الحارس انذار خلاص بقى بعد كده يعمل اللي هو عاوزه يعمله وما يديرش البطاقه الثانيه، لان هنا يعاقب على تاخير استئناف اللعب. طيب نروح للحاله كره اكرم توفيق. شوف على الرغم ان الحكم كان قريب وكان عنده زاويه رؤيه رائعه، وقلنا مش دايما لما الحكم يكون قريب وعنده زاويه رؤيه رائعه ياخد القرار او يشوف القرار. أنا عندي هنا أربع زوايا لهذه الحالة يا كابتن أسامة. هنا اللي لمس أكرم توفيق. أولاً هنشوف اللعبة اللي جاية. هنا أكرم توفيق نجح في لعب الكورة. هنا هنشوف هنا الحذاء أهو. أكرم اللي خد الكورة. زق. هنا زاوية مش هنا الزاوية مش هتبين حاجة. بس أنا بقول الأول إيه؟ مين اللي لعب الكورة؟ أكرم من تحت. أكرم توفيق. أكرم توفيق. تمام؟ تعال نشوف الزاوية اللي جاية. تعال نشوف هنا اليد اليسرى. نمشي بقى. شوف الاستريتش اللي اتعمل بالايد. بالايد. لا ما تبصش تحت عشان الساده المشاهدين ما تبصش تحت على الرجل. اكرم توفيق خد الكوره تاني. لكن شوف مروان داوود كتفه الشمال في ظهر اكرم توفيق وشوف الزقه والدفع، صح كده يا كابتن ناصر؟ طيب مفهوم الدفع ايه هو؟ الدفع لما تيجي الايد يا كابتن اسامه تطلع تعمل استريتش، ده دفع. انما لو انا حطيت ايدي بس وحصل فيه سقوط يستمر اللعب. هنا تعال شوف المدافع عمل ايه يا كابتن، شوف الايد طلعت بره هنا الجسم. الايد طالعه اهي باينه واضحه. في دفع. واضحه الدفع موجود. هنا كان يجب على الفار. ده مروان داوود الثالث اربع ده الانذار الثالث ليه؟ وخلي بالك كان ده مروان داوود يعني انت النهارده بتتكلم ركله جزاء النادي الاهلي وطرد لاعب مروان داوود وطرد ده في حاجه ثانيه. ده طرد 40 مره النهارده. لاعب الاتحاد عمل ركلتين جزاء، خلي بالك عمل الاولى هو نفس اللاعب، وهنا دي لم تحتسب. انا بس السؤال، ما مفهوم الدفع عند الحكم او عند الحكام؟ يا جماعه الدفع ده طالما الايد خرجت من جسمك ودفعت وواضح جدا هنا، هات هاني تاني معلش. مع ان معروف يعني انت ده بينه وبين اللعبه متر. تسمح لي بس عشان دي مهمه جدا جدا عشان مش معنى ان انا احسب ركله جزاء يا كابتن اسامه او ركلتين جزاء، لا ممكن ادي ركلتين جزاء وثلاثه واربعه مفيش مشكله عندي. هنا ركله جزاء هنا يحاسب عليها حكم الفار من وجهه نظري. كان يجب تدخل الفار فيها، تجيب الحكم وتشوف هذه الحاله ركله جزاء لم تحتسب يا دكتور. صح. لصالح اكرم توفيق يعني كده في طرد وضرب الجزاء يا كابتن ناصر ما اتحسبوش. طرد المروان داوود لان معاه انذارين، في لعبتين فيهم انذارين، في طرد المروان داوود وفي ضرب الجزاء. تمام يا دكتور. تعال نروح لحاجه مهمه يا جماعه. المباراه انا كحكم او كحكم فار لابد ان انا احتسب الوقت الضائع اللي راح خلال الشوط الثاني. ده مهم جدا. لما تيجي تدي خمس دقائق، لا تعال احسب لي خمس دقائق ازاي؟ اولا الكوميونيكيشن دقيقتين تعطل من الحكم، وهنا بحسب دقيقتين لازم احسبهم لعب فعلي. تعال نروح للاتحاد السكندري عمل تغييرات على فترتين. النادي الاهلي عمل تغييرات على فترتين يا كابتن اسامه. لو حسبنا ان هنا دقيقتين ودقيقه ونص ادي ثلاث دقائق واثنين واثنين،
الكوميونيكيشن ادي خمسه في الوقت الضايع في نهايه المباراه مهدي سليمان وحسبنا ركله الجزاء اللي هو تم حسبها مهدي سليمان وقف فيها ومهدي سليمان وقفت. لا مش اقل من 7-8 دقائق يا كابتن اسامه لا صح مش اقل من 7-8 دقائق هذا الوقت ضايع حق الفريق ايا كانت النتيجه فانا اتمنى يا جماعه الوقت الضايع ده وقت هو المفترض انت بتحسبه لصالح الفريق او لصالح الفريقين يا كابتن عادل فالامور ما تمشيش كده بالبركه ان انا ادي 5 دقائق وخلاص لكن بنقول بصفه عامه في ركله جزاء لم تحتسب كان هناك ممكن الانذار الثاني والطرد للاعب الاتحاد نتيجه السلوك الغير رياضي في اللعبتين المباراه مشيت وحسبت ركلتين جزاء احسب الثالثه والرابعه والخامسه مفيش مشكله يعني النهارده نقول ملخص المباراه رغم احتساب ركلتين جزاء للاهلي الاهلي ظلم في ركله جزاء ثالثه كانت لصالح اكرم بالظبط كده اتمنى طبعا التوفيق ولكن انا بحيي لجنه الحكام عشان بس نكون واضحين في مفهوم لمسه اليد في التوضيح الجديد اللي هم دول الحكام يا كابتن النهارده دي حاجه كان لابد ان انا اقولها في ختام التحرير اشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر شرفتنا ونورتنا شكرا كابتن ناصر قبل ما اشكر ضيوف النهارده عايز استعرض مع حضراتكم جدول مسابقه الدوري رغم تعادل النادي الاهلي النهارده مع الاتحاد السكندري ما زال النادي الاهلي على قمه الدوري زي ما احنا شايفين النادي الاهلي برصيد 7 نقاط وايضا بيراميدز الاتحاد السكندري لكن الاهلي في الصداره طبعا بفارق الاهداف. خسرنا نقطتين النهارده لكن لسه احنا في بدايه المشوار ويعني والدوري طويل واتمنى يكون المباراه النهارده دافع لكل اللعيبه. كابتن محسن شرفتنا ونورتنا. شكرا اسامه. هارد لك ان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. كابتن عادل شرفتنا ونورتنا. اشكرك يا كابتن اسامه وانا مش زعلان قوي لان ادائنا كان كويس عملنا فرص كتير جبنا عملنا يعني فرص كتير اتاحت لنا يبقى انت كويس شغال كويس والقادم احسن ان شاء الله وافتكر ان انت ماشي في الطريق الصح. باذن الله شرفتنا ونورتنا يا دكتور سامي. ده شرف ليا يا كابتن اسامه التواجد مع حضرتك ومع كابتن محسن وكابتن عادل وهارد لك ان شاء الله نعوض في المباراه الجايه باذن الله. باذن الله. وانا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وبشكر ضيوف الكرام النهارده اللي كانوا مشرفيني في الاستوديو التحليلي وكل التوفيق للاعبي النادي الاهلي الفتره الجايه زي ما بقول لحضراتكم خسرنا نقطتين النهارده لكن الدوري طويل والنهارده يكون دافع لينا للفتره اللي جايه باذن الله تصبحوا على الف خير